السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام. معكم يوسف بقناة جو أوتوموبيل. بداية أحب أشكر كل من دعمنا بالقناة سواء باشتراك أو بلايك أو بتعليق. أما بالنسبة للي ما اشتركوا بالقناة أتمنى يشتركون وفعلون زر التنبيهات وضغطون على لايك. وبالأخير اكتبوا لنا بخانة التعليقات وش رأيكم بالسيارة اللي بنصورها اليوم من ناحية المواصفات والسعر، بالإضافة وش السيارات اللي تبغون نصورها لكم بالمستقبل. طبعا اكثر السيارات اللي راح تكون على تصويت بنستعجل في تصويرها اكثر. طبعا اليوم حنا في وكالة فاول لسيارات فاول الصينية. طبعا شركة فاول من اقدم الشركات اللي موجودة في اسواقنا وفي المملكة العربية السعودية، وكيلة مجموعة تاجير. واليوم بنصور لكم طبعا افضل السيارات السيدان بالنسبة للصانعة الصينية فاو B515 موديل 2020 فيت الفل كامل. بنتكلم عن اغلب تفاصيلها وميزاتها بشكل سريع. طبعا اول ما سمعت عن مواصفات B515 مواصفاتها عالية وجبارة، مواصفاتها حلوة، شكلها جميل، مميزاتها كثيرة. بنسرد لكم كامل تفاصيلها في هذه التغطية، فخلوكم معانا. بداية نتكلم عن مواصفات المحرك. المحرك 4 اسطوانات 1400 سي سي طبعا تيربو، بالنسبة للأحصنة 136 حصان، والعزم 220 نيوتن تقريبا. نعرض لكم سعة سريع كذا. هذا هو المحرك 1400 سي سي تيربو. مواصفاتها جميلة. دفع أمامي. طبعا غير 6 سرعات. بالنسبة لمواصفاتها الخارجية، خلونا نتكلم عن أبرز تفاصيلها الخارجية قبل ما نتكلم نشوف الإضاءة. بس الإضاءة فيها هيليجين بالنسبة للعالي والواطي. أما الكشاف LED أو بمعنى صح الكشاف LED. الشبكة الأمام مطعم بالكروم، شعار فاول، فتحات تهوية، إضاءات الكشافات LED. اقرب لفورد توريس تقريبا الشكل القديم لفورد توريس 2019 و18. الشمعات تقريبا اقرب لها. عدسات مزدوجة العالي والواطي، اشارات بالمرايات، ودخول ذكي. خلونا نعرض لكم بطاقة السعر والمواصفات. مواصفاتها 1400 سي سي 4 اسطوانات، سعرها ب 53,183. طبعا ضمان الشركة 150,000 كيلو أو 5 سنوات، أيهما أسبق؟ للمعلومية طبعا مجموعة تاجير وكيل حصري لسيارات باول وسيارات ام جي. طبعا سيارات ام جي ضمانها 6 سنوات أو 200,000، أما سيارات باول فضمانها 150,000 أو 5 سنوات، أيهما أسبق؟ بالنسبة لمقاس الجنط ف 16 إنش باللون الأسود، فتحة سقف من الخلف. طبعا هذا اللون الأبيض، نعرضكم خلفية اللون الأبيض عشان يكون بشكل واضح.
ثلاث حساسات خلفية، شعار السيارة، فتحات العادم، هذه فتحة عادم، كاميرا خلفية، صندوق الأمتعة. المساحة جدا واسعة، بعدنا الكاميرا حتى تكون واضحة بشكل أكبر المساحة الخلفية. هذه المرتبة الخلفية واضحة، واضح الوسع فيها. طبعا اللي يسأل كيف السيارات الصينية بشكل عام، طبعا السيارات الصينية إذا إنك تحافظ عليها أكيد إنها تعيش معك أكثر. أعرف واحد من العيال عنده موديل 2016 ماشي السيارة فوق 200,000 كيلو، ويوميا مكة وجدة، خط ما بين مكة وجدة يوميا ماشي فيها أكثر من 200,000. السيارة ما شاء الله، الصلاة على النبي، ما تعاني من أي عطال. فبشكل عام السيارات الصينية كل ما حافظت عليها كل ما أعطتك فترة أطول. فأسعارها رخيصة، مواصفاتها جميلة، ضمانها معقول، تقييم استهلاك الوقود فيها، كلة البنزين يمشيك 16.5 كيلو، التقييم ممتاز، بنزين 91، يا وجه الله، التشغيل زر. مثبت السرعة، التراكشن، اوتو هولد، والتحكم بالإضاءة، نوافذ، مرايات كهربائية، القفل المركزي. طبعا الأنوار عادية ما هي اوتو، بالإضافة للمساحات عادية ما هي اوتو. هذه الأنوار، الشاشة تدعم الابل كابل والاندرويد اوتو، البريك يدوي، حاملات اكواب 2، مثل ما ذكرنا بريك 6 سرعات، حتى المحرك يكون مرتاح بشكل اكبر. هذه اضافة السقف، بيت للنظارة، مرايات عادية ما هي تعتيم، شماسات بمرايات وفتح السقف. اتكلمنا عن كافة مواصفاتها وتفاصيلها وميزاتها، اتمنى عجبتكم هذه التغطية عن B15 موديل 2020 فيات الفل كامل. اتكلمنا عن مواصفات المحرك، طبعا المحرك فيها جبار، تيربو 1400 سي سي، الاحصنة فيها 136 حصان، العزم تقريبا 220 نيوتن، مواصفاتها جبارة، سعرها رخيص ب 53,000 في متناول الأيدين، بإمكانك تأخذها بنظام تأجير بنتهي بالتمليك أو بالكاش بالطريقة اللي تناسبك. طبعا أسعارها ومواصفاتها وميزاتها هذه حاجات مبدئية، تقدر تزور الوكالة وتعرف آخر التفاصيل بالنسبة للأسعار للمواصفات لأي شيء ودك تستفسر، مالك إلا تراجع الوكالة وبإذن الله ما يقصرون معك. فمثل ما ذكرنا اتمنى عجبتكم التغطية، لا تنسون دعمنا بالقناة والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات، واكتبوا لنا بخانة التعليقات وش رايكم بالسيارة من ناحية المواصفات والسعر،
وش السيارات اللي تبون نصورها لكم بالمستقبل؟ في أمان الله.